لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن لدي أقوال أخرى، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة. تعرفين في نجوم في السينما المصرية لم يتصدروا أبدا لا الأفيش، ولا كانوا أول اسم في الفيلم، ولا كانوا نجم الفيلم الرئيسي، ومع ذلك هم أنجم النجوم، إنجاز التعبير يعني، أو أكثر النجوم نجومية برضو لو جاز التعبير. هسأل ضيفي النهاردة الناقد والكاتب الكبير أستاذ أشرف غريب، تجوز التعبيرات دي ولا لا؟ تجوز طبعا. واحد من هؤلاء اللي عايزين نحتفي به النهاردة وإحنا بننصت في حوارنا مع كاتبنا الكبير أستاذ أشرف غريب، هو هذا الوجه الرائع اللي ما أظنش أنه في مواطن عربي مصري من مشاهدي الأفلام العربية يعني إلا ووقع في غرامه وهوى في حبه منذ اللحظة الأولى. صحيح. حب ستيفان روستي. صحيح. النهاردة 12 مايو تاريخ وفاة ستيفان روستي. نعم. خلينا نسأل أستاذ أشرف غريب، النوعية دي من النجوم والممثلين، هل قطاع كبير وواسع في السينما المصرية فرادة كده كتير على درجة اللمعان والنجومية والمحبة والجماهيرية ومع ذلك لم يكونوا نجوما أوائل؟ هل هم كتير ولا ده بضعة أفراد يمكن أن نشير عليهم بالاسم؟ لا كتير، وهم مستويات كمان يعني بعد طبقة النجوم إذا جاز التعبير برضو الأسماء الأولى اللي هي دايما كانت بتتصدر الأفيش أو التترات، في مستويات بقى الطبقة التانية أو اللي هم بيسموها الأدوار التانية أو المساعدة، ثم ملح السينما برضو إذا جاز التعبير، المجموعة اللي كانت حتى أقل ظهورا وأقل جماهيرية وأقل نجومية لكنها ترس أساسي في مكانة الفيلم أو في هذا العمل المصنوع جيدا بحرفية، وهم كما لو كانوا مثلا ايه في الاوركسترا بيبقى فيه الفيرست كمانجا والسكند كمانجا ومش عارف ايه، دول ممكن يبقوا الثالث والرابع، وجودهم مهم جدا وضروري جدا ويؤدي وظيفه عاليه وهامه ومحسوسه، لكن مش متشافين، مش متصدرين المشهد. فاذا اذا اذا بصينا لفكره هذا التصنيف او هذا الترتيب يعني سنجد انهم كثيرين جدا وموجودين بوضوح في فتره ما بين مثلا نقدر نقول سنه 45 لغايه سنه 67 الفتره بالذات، لان هم كانوا جزء من توليفه تجاريه او تركيبه أقرب لفكرة الكوميديا الموسيقية بالتحديد. فالفترة بتاعت العصر الذهبي للكوميديا اللي هو من 45 ل 67 اللي أنا دايما بسميها أنه بدأ بنهاية حرب وانتهى ببداية حرب أخرى، كانوا يعني حاضرين وبقوة وبإلحاح في هذه التوليفة التجارية الكبيرة. بتكلم عن زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، عبد السلام النابلسي، دول نمرة الطبقة التانية. لكن ما بنوصلش دول الطبقة التانية في إيه بالظبط؟ يعني لو في التمثيل، قدرات التمثيليه، لا امال في الجماهيريه تقصد؟ ولا في الجماهيريه، امال في احساس النجوميه، في بريق الشهره، في تسليط الاضواء عليهم. يعني زينات صدقي مش بشهره اسماعيل ياسين، بس مش بشهره فاتن حمامه وهند رستم اللي هي كانت بتشتغل سنيده ليهم او مساعده ليهم وقتها ولا دلوقتي؟ وقتها. يعني هل نقدر نقول دلوقتي ان وداد حمدي ممثله مسنده ومساعده مش كل مصر تعرفها وكل الجمهور يعرفها ويحبها؟ لا، ده المعيار ولا لا؟ ده مش المعيار الوحيد، لانه ما هو احنا برضو في مصريين كتير يعرفوا مثلا حسين عصر، اخو الوارث عصر، في ناس كتير يعني عندهم بس مش متعلقين بيه، مش لازم تفكروا بان دور ايه فين بالظبط كده، او عبد المنعم اسماعيل، او انور محمد، او صحيح، بس هتحتاج برضو لكتير من المصريين انك تشرح لهم ده فيلم ايه، كان قايم بدور ايه. لكن في النهايه انما زي الصدق مش محتاج خالص. بالظبط. خلي بال حضرتك انه التلفزيون ثم سوق الفيديو ثم الانترنت دوب كتير جدا من هذه التصنيفات واعاد احياء اسماء كثيره جدا كانت اختفت. صحيح. اسماعيل ياسين نفسه بكل قيمته مع بعد رحيله في بدايه السبعينات كان بدا يتوارى اسمه شويه عند الناس او عند جيل معين. انا رايي انه الفضائيات
من التسعينيات اعادت احياء ذكرى اسماعيل ياسين مره اخرى، واعادت اكتشافه ايضا في كتير من الافلام ما كناش شفناها ولا كنا نعرف عنها. صحيح صحيح. فقيس على كده هتلاقي القصري، هتلاقي ستيفان روستي، هتلاقي عبد السلام النابلسي، هتلاقي ماري منيب، حتى هتلاقي المجموعه. بس هنا بقى ستيفان روستي يتميز عن الكل بانه من صناع السينما مش من نجومها. نعم بس نعم. خلينا نبدا الاول مع مين هو ستيفان روستي كبني ادم كشخص. طول الوقت البحث عن ايه جنسيته، ليه اسمه غريب كده، يعني من هو، هل هو فعلا ايطالي ولا نمساوي ولا ايه بالظبط، ولا مصري من شبرا ولا والله هقول لك حاجه. والاداء الارستقراطي اللي بيعمله ده جاي منين؟ جاي من طباع شخصيه لازم ولا من قدرات تمثيليه؟ لازم يعني تنظر الى تصاريف القدر بمنتهى الدهشه والتامل فيما يتعلق بسيفر روستي. هذا الرجل ابوه نمساوي وامه ايطالي، بيلتقوا صدفة في الإسكندرية. يا سلام، حيث كانت الإسكندرية ملتقى طبعا كل العالم كوزمبولة الحقيقي. صحيح صحيح. فبيرتبطوا ببعض وبيتجوزوا، نتيجة هذا الزواج بيبقى بيتلقى ستيفانو دي روستي أو ستيفان روستي. في خلط كبير جدا يعني مهم قوي ان احنا نقف عنده فيما يتعلق ببدايه ستيفان روستي. لكن فكره انه واحد يجي من دوله، واحده من دوله في دوله ثالثه ويجتمعوا على مشاعر عاطفيه فيتجوزوا فيخلفوا، وبعدين الراجل يسيب مصر خالص يعني، فتبقى الام بالابن والابن يحصل على الجنسيه المصريه، فيبقى هو في الاخر واحد من المتيمين بمصر والمعجونين فيها، بس عنده تركيبه بتميزه جدا، هو نصه مصري ونصه خواجاتي. ويتولد، شوف، والخواجاتي نصين ايطالي ونمساوي. ويتولد يوم 16 نوفمبر سنه كام دي هنجلها، لكن 1891 هذا التاريخ الصحيح. لكن في كلام كتير جدا ان هو نفسه ما بيقول في حواراته انه مواليد 1900 ومره تانية يقول 1897. جاك باسكال صغر نفسه، جاك باسكال بيقول 1897. انما هو 16 نوفمبر ده، باسكال طبعا ده الموسوعة الاهم للسينما المصريه. ده عمل موسوعه مهمه جدا في بدايات النصف الاولاني من القرن العشرين، بيحكي عن تواريخ ميلاد كل الممثلين اللي كانوا موجودين على الساحه، بس مع الوقت اصبح التعامل معاها بحذر لانه في ارقام تكشف اخطاء، في ارقام كتيره ما مش دقيقه ومش صحيحه. لكن اللي بيستوقفني هنا المعلومه الدقيقه انه مولود يوم 16 نوفمبر. 16 نوفمبر ده هو تاريخ عرض اول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما المصريه اللي هو قام باخراجه. يا سلام. وكان السينما المصريه اختارت ان تولد في يوم مولد اول مخرج له. اول مخرج. طفوله ستيفان روستي بقى في الحواديت اللي ليها علاقه بالحكايات غريبه جدا. مفيش معلومه متفق عليها، في روايتين ثلاثه موجودين في هذا الامر. المدهش انه اصل الروايات دي كلها هو ستيفان روستي نفسه. ده يضفي لطافه شديده جداً على جداً على الحكايه كلها. يعني مثلا وايه بقى؟ غريبه، مفيش معلومه يعني ممكن تقرب من بعضها، يعني مثلا يوسف وهبي بيحكي بعد وفاة ستيفان روستي بأيام لروزا اليوسف، لمجلة روزا اليوسف، في حوار بيتكلم عن ستيفان روستي، فبيقول انه ستيفان روستي قال له انت الوحيد اللي هطلعك على قصة حياتي، وانه يوسف وهبي، تعرف يوسف ليه امتدادات في ايطاليا، فام ستيفان كانت ايطالية ومراته ايطالية بعد كده، فكان بيتعزم عنده في البيت. فقال له تعالى عندي في البيت وانا حوريك حاجه عشان تعرف انك مش انت بس اللي اضطهدت من اسرتك بسبب فن. عشقك للفن. انا من مواليد 1900 وانا ابويا نمساوي وامي ايطاليه. ابويا كان سفير النمسا في مصر، خلي بال حضرتك، وانه لما اتجوز هذه السيده الايطاليه حكومة النمسا نقمت عليه وقررت نقله إلى طهران، فساب هذه الزوجة وهي حامل فسافر إلى طهران، وبعد وقت قليل مش عارف رجع بلده، وأنا ساب لنا بيت في حدائق شبرا، فيلا في حدائق شبرا، وأنا دخلت مدرسة الخدوية واشتغلت في الفن ومش عارف إيه، وبعدين تعلقت بفتاة نمساوية فسافرت وراها أوروبا، فأمي خبت عليا مين أبويا لغاية لما كبرت، وفي الآخر قالت لي، فلما رحت فيينا تعرفت عليه فأكرمني جدا جدا وانبسط قوي إنه شافني، لكن أول ما عرف إن أنا فنان طردني. ماشي، فأكيد ضحيت يعني. ده ما حكى يوسف وهبي نقل عن ستيفان روستي.
استيفان روستي حكاية سينمائية جدا جدا. استيفان روستي نفسه في حوار لمجلة الكواكب سنة 56 بيقول كلام غير كده خالص. هنسمع كلام غير كده خالص بعد الفاصل. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا نتحدث عن استيفان روستي مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أشرف غريب، اللي حكى لنا قصة على لسان نقلا من يوسف وهبي عن استيفان روستي، عن طفولته حيث كان كانت أمه قد منعت عنه اسم أبيه، وقصة طويلة جدا حكاها استيفان روستي ليوسف وهبي. نعم. وقلت لنا استيفان روستي حكى قصة تانية خالص بالزبط. في موقع تاني خالص اللي هو إيه بقى؟ هو سنة 56 بيعمل حوار لمجلة الكواكب بيحكي عن بداياته، فبيقول بقى إيه؟ هو كان قايل ليوسف وهبي إنه أبوه نمساوي، وإنه كان عندهم قصر في فيينا، وإنه ابوه أحا سفير واتنقل طهران وشافه لما كبر ورحب بيه، فكان خد التعلم في الخدوية وهو كان ساكن في شبرا الى اخره. هنا بقى بيقول انه ابوه مجري. ماشي. دي ممكن نعديها باعتبار انه المجر امبراطورية النمسا والمجر كانت ماشي، لكن انه كان احد نبلاء المجر مش سفير. يعني ها كان نبيل فبقى سفير، وانه عنده بيت كبير في بودابست عاصمة المجر مش في فيينا. برضو نقول ان يمكن كان عنده بيتين، واحد في فيينا واحد في بودابست جايز، لكن انه ابوه سابه في اسكندرية، وبعد لانه طبقة النبلاء في المجر اعترضت على جوازه من ايطاليا، من واحدة مش من طبقة النبلاء، فنقموا عليه فسافر الى هناك، وتم اكتشاف انه متزوج هناك في بودابست في المجر، وهددوه بانه بحرمانه من الميراث الى اخره، برضو فيلم تاني. وانه هذا الرجل بعد وقت قليل توفى في هنا في 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 المجر، وهكذا حرم من عاطفة الابوة. بالك. وانه درس في مدرسة رأس التين في الاسكندرية، واضطر بعد فترة من فترات انه يسيب التعليم عشان هذا العبء الذي اصبح مطالب ان يحمله. يعني لا هو في، يعني احنا مش عارفين هو في شبرا ولا في اسكندرية. هو حدائق شبرا في راس التين ولا الخدوية. ابوه مات ولا عاش لما شافه. هو من مساوي ولا مجري. هو يعني هو سفير ولا نبيل. هو ايه في الكلام كان ده كله محد يعرف. بس فيلم حلو برضه جدا يعني. جدا. تبدأ الحقائق عند استيفان روستي من لحظة ما بنبدأ نتكلم على مشواره الفني. سيبك برضو من انه بيقول انه بدأ سنة 17 كممثل في فرقة الكوميدي العربي اللي تأسست على ايد عزيز عيد، لان نجيب الريحاني في مذكراته بيقول انه هذه الفرقة تم تأسيسها سنة 15 وقدموا اول مسرحية ليهم على مسرح بريمتانيا الخلفي مش الاصلي، مسرحية اسمها خلي بالك من ايميلي. اشترك فيها مين بقى سنة 15؟ نجيب الريحاني واستيفان روسي وحسن فايق عبد اللطيف جمجوم وامين عطلة وروزا اليوسف. ده دول كل واحد منهم عمل فرقه لوحده. بالظبط كده، كل واحد من المجموعه دي طبعا واخرج المسرحيه عزيز عيد. وكل واحد من دول فعلا خرج بعد كده عزيز عيد اتجوز فاطمه، اتجوز فاطمه رشدي بعد كده. بالظبط كده. فسنه 15 اول ذكر فعلي لاستيفان روسي، وان كان دكتور علي الراعي بيقول في كتاب لي عن تاريخ مصر العربي انه استيفان روستي اشترك في مسرحيه شارلمان سنه وقام بدور الدوق سنه 1912. في النهايه كان شخص معروف، عشان كده انا بقول بس انه تاريخ 1924 سنه، تاريخ 1900 ده اللي هو بيقوله تاريخ غير منطقي بالمره. وكميلاد طبعا. لانه مش عمال بيمثل مع يوسف وهبي 15 سنه مثلا، ولا يلعب دوق في مسرحيه شارلمان وهو عنده 12 سنه، ولا حتى 17 سنه عشان يبقى معروف بهذا الشكل. خصوصا انه الريحاني نفسه وهو بيحكي عن مولد شخصيه كشكش بيه بيحكي انه اللي خده عشان يشتغل في كافيه دو روز وهو كان عاطل وقاعد مش لاقي ياكل وحاجات كده، هو استيفان روستي اللي كان بيقدم على كافيه دو روز احد مسارح او ملاهي هذه الفتره شخصيه بهلوان او حد بيشتغل من ورا ستاره عليها ضوء، فكره خيال الظل يعني. فكان ده شغال وماشي معاه وكويس وزي الفل. فلا
يعني هو موجود ومحقق نفسه يمكن قبل الريحاني كمان. في ايه؟ تواجد على الساحه. تواجد على الساحه الفنيه يعني معروف. يعني واضح ان هو من يعني من الذين اختاروا التمثيل من اول لحظه. نعم. الفن من اول لحظه. اه من راحش يشتغل كذا شغلانه. لا اشتغلها. اشتغل كذا شغلانه بس مش في مصر. ده يعني جانب اخر في حياته. هو يعني في فتره من فترات سافر اوروبا. اشتغل بقى ايه؟ اشتغل حاجات عجيبه جدا. اشتغل مترجم دي ممكن تعدي. لكن اشتغل يصطحب المهاجرين الشوام اللي رايحين لامريكا اللاتينيه اللي بيقفوا في ميناء نابولي. يبقى كما لو كان مرشد او جايد ليهم. اشتغل بياع بطاطا عربيه بطاطا في نابولي. اشتغل في مكتب تلغراف. اشتغل مش عارف بيأدي مهمات في المينا. اشتغل كذا شغلانه مهم انه وبعدين اشتغل ممثل كمان في اوروبا واشتغل في سيدت خبرات هائله جدا. اشتغل ممثل في اكتر من فيلم في فيلمين فرنسيين بالتحديد. اشتغل ممثل في النمسا. اشتغل في ايطاليا. يعني لقط كم خبره وكم مهاره كده في اكتر من حاجه عشان لما يرجع مصر وفضل في اوروبا بعد كده يعني 15 16 17 هو في مصر رجع سافر تاني اوروبا لغايه لما عزيز عيد ويوسف وهبي قابلوه في فرنسا في اواخر سنه 22 وفتحوه بان هم هيكونوا فرقه رمسيس وان هم حددوا تقريبا افتتاح الاول يعني بعد ما مثل هنا سافر برضه مثل هنا وسافر واشتغل هناك كذا شغلانه منهم التمثيل وغير التمثيل لغايه لما يوسف وهبي وعزيز عيد رجعوه معاهم مصر عشان ياسسوا هم الثلاثه واخرين طبعا فرقه رمسيس اشهر فرقه مسرحيه في ذلك الوقت اللي افتتحت عروضها في مارس سنه 23 يعني بنبدا نتكلم في ايه الاوائل يعني في كل حاجه مسرح سينما كل شيء ده مش هو لما رجع حتى لفرقه رمسيس ما كانش مجرد ممثل ده ترجم مثلا اكتر من ست مسرحيات اخرج منهم مسرحيتين يعني كان ضليع في هذا الامر وفضل مع يوسف وهبي لغايه سنه 27 يعني الاربع سنين الاولى اللي كانت الاساس نهضه الفرقه بالظبط كان هو زيه زي يوسف وهبي وزي عزيز عيد وزيه زي دوله ابيض وعلوية جميل وثم امينه رزق بعد كده انضمت سنه 24 الى اخره من 27 بقى راح لنجيب الريحاني وفضل مع نجيب الريحاني والنقله دي كانت ايه بحث عن اجر اكبر ولا خلاف مع يوسف وهبي خصوصا انه النجوميه هنا برضه مساله يعني ما طمعش في نجوميه هو يعني طول الوقت اهله لها. هقول لحضرتك انا استنتاجي اولا طبعا المناخ عموما في هذا الوقت ما كانش في حد بيستقر في فرقه. حتى اصحاب الفرق نفسهم كانوا بيقفلوا ويشتغلوا عند اخرين ويرجعوا يفتحوا تاني فرقه تانيه الى اخره. يعني جورج ابيض مثلا مؤسس النهضه المسرحيه كلها لما بيعمل فرقته اللي هي من سنه 1910 1912 بيقفل فرقته يروح يعمل نوع من الضم مع فرقه سلامه حجازي بيشتغل سنه 16 مع سلامه حجازي وبعدين مثلا عبد الرحمن رشدي بيكون فرقه سنه 16 17 وتقفل ويروح يشتغل مع اولاد عكاش فاطمه رشدي تعمل فرقه تقفل تفتح تاني وهكذا ماري منيب تشتغل مع جوزها فوزي منيب في فرقه وبعدين تروح يبقوا اصحاب فرقه يعني بعدين تروح تشتغل عند الريحاني وتروح تشتغل عند فوزي الجزائري وتعمل فرقه تاني مع بشار وكيم يعني هذا هو الجو العام مفيش حاله استقرار مسرحي عام لانه عموما النشاط المسرحي مرهون بحاجات كتير جدا ممكن زي الفرقه الموسيقيه في وقتها انت طالع رحله لامريكا اللاتينيه فممكن تعمل فرقه مخصوص للرحله بتضغم كمان تجيب عناصر من الفرقه دي تضمها الفرقه دي للرحله دي بس ومدهش انك لما تقرا الفتره دي كميه الرحلات لامريكا اللاتينيه طبعا ايه ده معناه انه كان في عرب كتير فعلا وكان في سوق حقيقي صحيح يعني صحيح. لدرجه انه نجيب الريحاني لما يروح يعرض كشكش بيه يفشل هناك لانه كان في حد عمل كشكش بيه قبله وتصوره أيوة انه هو اللي بيقلد بالظبط يعني ولما تشوف رحلات لبنان الشام العراق المغرب تونس يعني هو ازمه ليلى مراد لما ابوها سرح امريكا اللاتينيه ما كانت في نفس الفتره تقريبا وراح على انه هيغني للجاليات العربيه فشل هناك تعالوا بقى نسمع روايه عن استيفان روستي بصوت استيفان روستي يا رب تطلع حاجه ثالثه مع الفنان استيفان روستي في الواقع اول ما التقينا بيه طلب مننا مهله 5 دقائق عشان يستجمع فيها ذكرياته
ادينا له المهله وبعدين ادلى لنا بالاعتراف ده. الحادث من عهد التلمذه مدرسه رستين، كنت عاقبت بعقوبه عيش حاف، فعملت حسابي اني حجوع بقيه الحصص، فبعت الفراش يجيب لي علبه سردين كلتها وحطيت العلبه الفاضيه تحت التخته. تصادف يوميها زياره رسميه من سعد باشا زغلول وزير المعارف في ذلك الوقت، والمستر دلب المفتش بتاع المعارف، وفضل يقرب يقرب يقرب، انا كنت واخد اخر تخته، لغايه ما جه عندي ووطى وطلع علبه السردين. قال لي هو حافظ ده؟ قلت له بوكس اوف ساردين. قال لي واي؟ قلت له اي واز هانجري اند اي سنت تو ايت ات. قال لي امتى اكلتها؟ وهنا بقى ارتكبت الجريمه بتاعتي. انا اكلتها في حصه الرسم بتاع الراجل الطيب الاستاذ عبد الهادي بتاع الرسم، لكن انا كان بيني وبين مدرس الانجليزي ما فعل الحداد، فقلت له في حصه الانجليزي اكلت السردين ده بس، وبخ المدرس ونقل الى الصعيد، وانا اسف حتى اليوم للجريمه بتاعتي، وان كان سمعني يسامحني. لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. إذن عدنا لدي أقوال أخرى، نتحدث عن ستيفان روستي، وفاة 12 مايو 1964 عن 71 عاما، عن 71 عاما هو مواليد 1891. نعم. المشهد المؤثر هو مشهد خروجه من مسرح الريحاني أو فرقة الريحاني إلى فرقة علي الكسار، لا فرقة يوسف وهبي، من يوسف وهبي الى فرقة الريحاني، من يوسف وهبي الى الريحاني. نعم. اللحظة بتاعت الخروج من يوسف الوهبي للريحاني بتبدأ هنا مساحة اخرى في حياته، وبيظهر لغاية سنة كام؟ 1927 اول فيلم، اول فيلم 27، نقلة من المسرح للسينما. 27 دي سنة مهمة جدا، لانها يعني اولا بيسيب فرقه كبيره زي فرقه رمسيس، هو احد مؤسسينها، وبيروح لفرقه الريحاني هو في النهايه فرد فيها، ده اختيار. تاني حاجه هو بيروح من التراجيديا وقمه التراجيديا والميلودراما الى الكوميديا، وهذا اختيار، وكانت التراجيديا في موضع احترام وتقدير اعلى من الكوميديا كالعاده. صحيح. يعني صحيح، لكنه هقول لحضرتك انا سفيروسي كان فصل في كتاب أصدرته سنة 1999 اسمه العصر الذهبي للكوميديا، كان أحد إصدارات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة دي، وكانت كان المهرجان بيحتفي بالكوميديا في هذا. بتعتبر فنان كوميدي؟ ده ما هو هنا النقطة اللي أنا عايز أكلم حضرتك فيها. أنا ساعتها تم اختيار الزملاء اللي اشتغلوا على الكتب في بالمناسبة دي، كانت واحدة من أفضل الدورات اللي عملت إصدارات مطبوعات، هي ودورة اللي عملها الراحل العظيم سمير فريد سنة 2014، أكتر دورتين كانوا فيهم كتب ذات قيمة يعني. طلع كتاب لأبو سعود الإبياري، طلع كتاب لبديع خيري، طلع كتاب لعلي الزرقاني، طلع كتاب للأخوين حسين فوزي وعباس كامل، وكان قبلها بسنتين في كتاب لفطين عبد الله في المهرجان، فما كانش ينفع يبقى كتاب تاني، وطلع كتاب لفؤاد المهندس. طيب كل نجوم الكوميديا دول بقى فوجئت بالفنان حسين فهمي كرئيس الدورة، والناقد الكبير أستاذي صاحب الأفضل علي أستاذ أحمد رأفت بهجت، بيلقي في حجري زي ما بيقولوا كده أنه أنا لازم أعمل كتاب كامل عن كل نجوم الكوميديا في كتاب واحد. المهم فما كانش فيه مشكلة أنه نشتغل على إسماعيل ياسين وزينات صدقي وماري منيب والقصري ونابولسي وشكوكو وعمان عمرين، اللي هم أفزاز الكوميديا، كتيبة الكوميديا العظام الكبار. لكن أنا استوقفني كثيرا سفر روستي، هل هو كوميديان زي ما حضرتك سألتني كده ولا مش كوميديان؟
الحقيقه بعد تفكير واعاده قراءه معظم افلامه او مشاهدتها وتتبع تاريخ حياته اطمأنيت انه كوميديان. اولا لانه من عند سنه 27 هو بيوضع التراجيديا تقريبا، هو بيشتغل كوميدي. ثانيا معظم افلامه اللي اشتغلها حتى كمخرج هو اخرج 8 افلام بس، منهم الفيلم اول فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصريه اللي هو البحر بيضحك اللي عمله امين عطا الله سنه 28 كان فيلم كوميدي وهو اشترك فيه. هو اشتغل مع الريحاني، ثم من بعد الريحاني توفى الريحاني اشتغل شويه مع بديع خيري لما كمل الفرقه، ثم تركه الى فرقه اسماعيل ياسين من سنه 54، فهو كمل في الكوميديا. ما تبقى لنا من السفير الروسي بلزماته وافهاته هي كوميديا، نشنت يا فالح، مدام تسمحي لي بالرقصه دي، كل ده متجاوز ادوار الشريره. لا ما هي النقطه بقى، حتى ادواره الشريره هي فيها كوميديا، يعني لما تيجي في الاخر عايز تصنف كده تحطه تحت لافته فهو اخف دم شرير واشر كوميديان. تركيبه تميز بها سفير روسي وحده ولم يسيره فيها بعد كده الا عادل ادهم. يعني هو شر، بس عادل ادهم مروحه ادواره اوسع، يعني مش يعني تنوعه وتعدده صحيح اخصب بكثير، صحيح أوي. لانه يعني سفير روسي تحس انه بيعمل نفس الدور بكل افلامه. اوكي، لكن في الاخر هو مثلا يعني في منطقه ما بيقربلوش منها شرير زي زكي رستم او شرير زي فريد شوقي او شرير زي محمود المليجي. يعني هو يبقى يؤدي المكر والدهاء اكتر منه الحركه. لما تطلب منه الحركه ما فيش مانع يعملها. لكن هو بيؤدي بوشه، بيؤدي بتعبيرات العين، بيؤدي بتلوين الصوت. وفي مرحله تانية بدا يلون في ادواره، فبقينا نشوف مثلا الخواجه مش شرير، خواجه عادي جدا. انا عايز اقول لك انه جزء كبير جدا من ارث الصوره الذهنيه لليهودي اللي موجوده عندنا هو من عند السفير الروسي. هو قدم في المنطقه دي 3 افلام تقريبا شهيره جدا، حسن ومرقص وكويان، وفيلم اسمه ابن زوات، وفيلمه قبل الاخير اللي هو اخر شقاوة. لكن فكره اليهودي البخيل الاخنف اللي بلا يتكلم بلهجه شاميه النمطي ده احنا ما لم نعرفها الا عند ستيفان روسي وتجاوزا عند شفيق نور الدين. فهم وهو بالتحديد حتى اكتر من شفيق نور الدين هو مسؤول عن هذه الصوره الذهنيه. طيب ما هو ده تنوع، لما يطلع خواجه مع اسماعيل ياسين في ابو عيون جريئه، ما يطلع مش عارف خواجه في اكتر من فيلم تاني، فبيحاول يخرج من الشكل التقليدي في الاداء حتى لو كانت جوه اطار شرير. انما كل ده في مزيج من الكوميديا واعتبرته كده طبعا نجم من نجوم الكوميديا. طبعا احنا النهارده ما بتفتكرلوش. طب وليه هو كنجم من نجوم الكوميديا وما يتقدمش في الذهنيه العامه للمشاهد، يعني انه مؤسس من مؤسسي السينما المصريه وانه رائد من روادها، ليه حتى على المستوى النقدي مظلوم كرائد من رواد السينما واحد من مؤسسيها الاوائل لصالح سفير روسي النجم الضحوك الجميل اللطيف الظريف اللي احنا كلنا بنموت فيه؟ لانه عاده احنا بنتشد للي قدام الكاميرا مش للي وراها. ده مبدئيا. الحاجه الثانيه انه ما استمرش في مجاله كصانع يعني كجزء من اليه السينما، يعني ما انتجش مثلا اخرج 8 افلام مش هم العاليين قوي، يمكن طبعا محتاجين نبدا من الاول خالص. بقى نرجع لمنطقه انه ساب المسرح الى السينما. اول علاقه له بالسينما كان كممثل ولا كمخرج ولا ايه بالظبط؟ الاثنين. هو اللي حصل انه ازاي راحها سنه 26 يعني قبل ما هو يسيب فرقه رمسيس، كان جه مغامر تركي يهودي اسمه وداد عرفي لمصر عشان يقدم فيلم عن قصة حياة سيدنا محمد، واختار يوسف وهبي اللي يقدم بالدور، ويوسف وهبي قبل بالمناسبة، والدنيا قامت ولم تقعد. الأزهر تدخل، بديع خيري تدخل، الدولة تدخلت، الملك فؤاد نفسه يعني ودينا في هذا الأمر. أنا قريت مقال ليوسف وهبي في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام. بيرد خلاص أنا مش هعمله، بيبرئ ذمته وبيقول أنا يعني خلاص أنا شلت إيدي. بس هو قال منطق وجيه جدا وقتها. طب يا جماعة الفيلم هيتعمل، طب ما أعمله أنا
محب لمحمد وعلى دين محمد وأفضل من أنه يعمله أمريكاني أو ما عرفش سيرة محمد ولا متدين بدينه يعني كان كلام وجيه الحقيقة. هو الحقيقة عمون الفيلم ما تعملش. الفيلم ما تعملش. لما حصلت المشكلات دي وداد عرفي اتفق مع عزيزة أمير، وعزيزة أمير هي في أصل ممثلة مسرحية أيضا من بنات فرقة يوسف وهبي، إنها يعملوا فيلم اسمه نداء الله. كان الفيلم بتاع سيدنا محمد ده اسمه حب الأمير، حاجة كده برضو فكرة الشكل البدوي، فقال لك نعمل شكل بدوي آخر نسميه نداء الله. ده أول نبتة بقى، أول نبتة للسينما، أول نبتة للسينما الروائية الطويلة. في الناطقة ولا لسه صامتة؟ كان في محاولات في سينما روائية قصيرة في الوقت ده. البشكاتب محمد بيومي بيشتغل بقى المعلم برسوم، يبحث عن وظيفة، البشكاتب، الخلة الأمريكانية مع علي الكسار وفوزي جزيرلي، كل ده قصير. قصير قصير، حسبة 20-30 دقيقة. وصامت برضه. صامت طبعا. عزيز أمير بيتفق مع وداد عرفي، بيكتب القصة وبيصور حوالي 1600 متر، يعني حسبة مثلا ايه يعني برضه حدود نص ساعة حاجة كده يعني. وطبعا ما منتجش ولا عمل حاجة خالص. بتحصل خلافات بينه وبين عزيز أمير، عزيز أمير شايفة انه بيهدر كتير في المادة الخام. هي خناقات لطيفة قوي لما تقرا في مذكراتهم يعني او في كتاب سلطانات الشاشة لمنى غندور. صحيح. لا خناقات فعلا تعمل. وبعد كده بيختلف معاها فبيسيب لها الفيلم وهي بتوقف التعامل معاه. وهنا يظهر استيفان روستي. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن لدي أقوال أخرى، عدنا إلى حوارنا عن استيفان روستي الفنان المصري النمساوي الإيطالي ممكن المجاريل مع ضيفنا الكبير أستاذ والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أشرف غريب. وقلت لنا أن لحظة بقى التوهج السينمائي اللي بتبدأ بأزمة بين عزيزة أمير نجمة أيامها المسرحية الكبيرة اللي بتعمل أول فيلم روائي طويل مع وداد عرفي. نعم. المغامر التركي اللي جه يعمل الفيلم، صور ما مجموعه ومحصلته نصف ساعة تقريبا من أحداث الفيلم، وحصل بينهم أزمة كبيرة، وهنا ظهر استيفان روستي لأول مرة. نعم. سينمائيا حصل إيه؟ قبل بس ما يظهر استيفان روستي كمان هي حاولت تجرب مع واحد اسمه حسن الهلباوي. كان شغال في وزارة الزراعة، حاول يخرج بعض مشاهد الفيلم، لكن النتيجة كان بيصور بسرعة بطيئة، فلما يتعرض السرعة يعني تتابع المشاهد أسرع كتير، فتحول إلى فيلم كوميدي. يعني انقذ للموقف تعمل إيه؟ فقالت لك استيفان روستي ده مثل في أوروبا مع مجموعة من المحترفين السينمائيين، فأكيد عنده خبرة وفكرة عن التمثيل عن الإخراج السينمائي، فنجيبه ونشوف هيحصل إيه في الموقف. وجابت أحمد جلال أحد صحفيين دار الهلال عشان يعيدوا كتابة السيناريو ويعملوا إعادة توليف للمشاهد تاني. أحمد جلال واستيفان روستي قعدوا يشتغلوا على الفيلم، فقدم فيلما آخر تماما. يعني بقى يعني ما بقتش قصة فيلم وداد عرفي الأصلية، بقى أقرب لرواية فاني اللي اشتغلت عليها السينما المصرية كتير بعد كده، زي فيلم نغم في حياتي، فيلم توحيدة، الفتاة اللي بتحب شخص والشخص ده بيروح بيتعلق بفتاة تانية أجنبية بيسافر لها، بتحمل، فبيضطر رجل شهم جنتلمان كده انه يحل الأزمة ويتجوزها، يبقى رشدي أباظة توحيدة ويبقى فريد شقة الأطرش بالظبط نغم في حياتي وآخرين يعني اشتغلوا عليه كتير في السينما المصرية. لكن في النهاية بس أظن دول أشهرهم. بالظبط، خصوصا برضه توحيدة ده نجيب محفوظ اللي عامل كان في شاطئ الأسرار كمان، وكان في عهد الهوى عند فريد الأطرش. يعني كان في محاولات كتيرة وتنويعات على هذه الرواية. ومن بدري قوي بقى كان شغالها أحمد جلال مع استيفان روستي. استيفان روستي بدأ يخرج الفيلم بالخبرة اللي موجودة عنده في أوروبا. أنا وأنا بشتغل عليه بحثت هل هو فعلا درس السينما دراسة علمية. هو قال لكن ما ظنش لأنه الوقت مش بتاع دراسة علمية. وكتير قال حاجات هو ما كانتش دقيقة قوي، لكن أنا أعتقد أنه اكتسبها بالخبرة. المهم أنه أنقذ الفيلم واسمه اتحط على
اول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما المصريه، وما كانش ليه دور كمان في الورق الاصلي بتاع وداد عرفي، فخلق لنفسه دورا اللي هو رؤوف بك، الشخص الذي ينقذ هذه الفتاه البدويه. قول لي الفيلم الطويل ده كان بيكتب الشرح بتاعه ولا في فهامه بقى بيشرحوه كان في عهد زمان؟ كان لا كان بيكتب الشرح مع يعني مع نهايه مجموعه من المشاهد، مع فصول كده تقريبا. وطبعا انت بتتكلم مع جمهور غالبيته امي، فالكتابه مش هتفرق معاه، فالفهامه موجوده في الريف بالذات. والحقيقه الشعبيه نعم الحقيقه الشعبيه والريف كان بيشتغل الفهامه دي. وكانوا بيعتمدوا على فكره انه الجمهور المصري جمهور ذكي. والسينما استمرت يمكن 13 فيلم وسبع سنين صامته لغايه فيلم اولاد الزواج سنه 32. يعني اتعرض 1927 فيلم اللي بقى اسمه ليلى اخراج استيفان روستي، اول فيلم مصري روائي طويل نعم انتاج وبطوله عزيزه امير واخراج استيفان روستي، واتعرض في يعني دخل في التاريخ رشق طبعا، يعني حاجه واضحه جدا يعني. وجزء من المشكله زي ما حضرتك كنت بتسالني انه المجد ده راح لعزيزه امير باعتبارها المنتجه والبطله، وهي كانت ست شاطره وكانت متجوزه في هذا الوقت واحد من اعيان مصر اسمه احمد الشريعي، اللي هو اظن انه من عيله الموسيقار الكبير عمار الشريعي لان هما من اسيوط، فغالبا هي نفس العيله. فحشدوا في ذلك الوقت مجموعه من صفوه رجال الثقافه والمجتمع في مصر، يعني طلعت حرب بيقول لها جملته الشهيره: انت قمتي بما لم يستطع الرجال القيام به. امير الشعراء احمد شوقي بيقول لها: اتمنى ان يسير الهلال بدرا. فالمجد والشو ده كله راح لعزيز امير وما راحش لمن انقذ تجربتها اللي كان ممكن تترمي وتخسر فلوسها في فيلم ليلى استيفان روستي. ونجاح استيفان روستي خلاه يروح امين عطله صاحب فرقه امين عطله وانه ينتج فيلم هو كمان بقى عايز يمثل. والسينما بتدي نوع من الرواج لنشاطه المسرحي، فيعمل فيلم اسمه البحر بيضحك، يجيب استيفان روستي اللي انت بتعتبره اول فيلم كوميدي. هو حكى كده فعلا اول فيلم كوميدي طويل، لان كل التجارب الروائيه القصيره اللي قبل كده كانت كوميديه، لكن اول فيلم روائي طويل سنه 28 يعني هو مثلا نقدر نقول عليه الفيلم الثالث في تاريخ السينما المصريه في قائمه، لان الثاني هو قبلة في الصحراء وده الثالث تقريبا. ففيلم الثالث في تاريخ السينما المصريه الطويله هو فيلم كوميدي من اخراج استيفان روستي ايضا. والتاني كان اخراج مين قبلة في الصحراء؟ كوبري في الصحراء اخراج ابراهيم لاما وبطوله بدر لاما طبعا وكوندور فيلم، وبرضه دول اخوات اتنين برضه مليئين بالغموض يعني طبعا، وعندهم مشكله في ديانتهم بالمناسبه السفير الروسي نفسه عنده مشكله في ديانته يعني في كتير من المصادر بتتكلم على انه يهودي يمكن برضه عشان مثل الدور ما تفهمش ولا عشان خلط عشان خواجه ولا عشان. انا عايز اقول لك انه يعني سيبك من النقل الببغائي لبعض الناس، في اعلاميين يعني زميل اعلامي لينا شيء معروف وقع في هذا الخطا وتداركه واعلن اعتذاره على الهوى، انه يعني انا اقصد انه هذا الى هذا الحد متغلغل عند الناس انه ممكن يكون يهودي، لكنه طبعا هو مسيحي كاثوليكي عادي جدا. هو عموما في الفن احنا انا بس الشيء بالشيء يذكر يعني، لكن الديانه ليست لها مكان فيما يتعلق في الحياه الفنيه. والحقيقه عموما الجديد بتاع ربنا برضه احنا ملنا ده صحيح طبعا ده صحيح. انما لما راجل زي استيفان روستي يعمل اول فيلم روائي طويل وثالث فيلم روائي طويل اول فيلم كوميدي طويل صحيح، ده اكيد برضه علامه من العلامات، ولكن يبدو وكانه منسي في هذا الجانب من حياته خالص لصالح الممثل الشهير بكفه ظله وبشره اللطيف عشان هو قدام الكاميرا فباين للناس. وزي ما بقول لحضرتك احنا يمكن النهارده بنتكلم في برامج وفي كتب وفي دراسات وفي مقالات عن مخرجين وعن كتاب سيناريو. انا رايي الشخصي انه ما حدش عمل اسم وقيمه وحاله من الوقوف امام تجاربهم الاخراجيه الا مع جيل يوسف شاهين وصلاح ابو سيف، هم دول اللي نبهوا حتى نيازي مصطفى نيازي مصطفى انتبهنا ليه النهارده او يعني في اجيال لاحقه، لكن كمال سليم ولا كمال سليم ولا التلمساني ولا حسن الامام ولا فطين عبد الله، دي حاجه قاسيه قوي. خليني بعد الفاصل ارجع واكلم فيها الاستاذ اشرف غريب. لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اذا بنعرف ان استيفان روستي النجم الكوميدي الممثل الرائع البديع الشرير الظريف
هو واحد من مؤسسي صناعة السينما المصرية، إذا اعتبرنا بالتأكيد أن إخراج أول عمل سينمائي روائي طويل يعد تأسيسا لصناعة السينما. لا هو كمان أول فيلم روائي طويل وثالث فيلم روائي طويل، اللي بيعتبره الأستاذ أشرف غريب ضيفنا كاتبنا الكبير النهاردة، هو أول فيلم كوميدي الحقيقة طويل. طيب من اللحظة دي مشواره السينمائي كمل إزاي؟ فضل يشتغل سنة 27 وثالث فيلم سنة كام؟ في نفس العام؟ فيلم البحر بيضحك 28 وقبلة في الصحراء اتعرض 28 برضه، يعني ليلى ليلى 27 16 نوفمبر دي مفيش افلام تاني. 27 محدش يلحق ده اخر السنة بالظبط كده. وده تاريخ ميلاد ستيفان روستي وتاريخ ميلاد 16 نوفمبر بالظبط كده. 5 يناير 28 بيتعرض قبلة في الصحراء. طبعا في إشكالية أخرى في قبلة الصحراء، إنه بيقولوا إنه اتعرض في اسكندرية قبل هذا في مايو 27 وإنه هو الفيلم الأول، لكن أستاذنا أحمد الحضري بيثبت إنه ما حصلش هذا الكلام في كتابه تاريخ السينما في مصر، بيقول إنه أول عرض ليه كان في يناير أو حتى يمكن في فبراير 28، وبالتالي ليلى هو سابق على قبلة في الصحراء. لكن البحر بيضحك معروض 28 وسعادة الغجرية اللي هو أول أفلام أمينة رزق في 28. مرت الافلام بقى بعد كده، هو بيشتغل ممثل، يشتغل مخرج، مش عارف يعمل بعد كده افلام، مش عارف عنتر افندي يشتغل فيه انتاج شارل وهنري بركات اللي هو بعد كده هنري يشتغل بقى مخرج الى اخره، لغايه لما بتبان اول ملامح لشخصيه الشرير عند ستيفان روستي في واحد من اهم العلامات الخاصه بيه في الثلاثينيات اللي هو فيلم ليلى ممطره اخراج توجو مزراحي سنه 39. ده دخلنا في الناطقه بقى خلاص. خلاص بقى احنا من سنه 32 بنشتغل ناطقه من اولاد الذوات وانفنت الفؤاد، وبيشتغل هو ليلى ممطره. ده ليلى مراد. ليلى مراد توجو مزراحي ليلى مراد، ده الفيلم الثاني لليلى مراد والفيلم الاولاني ليلى مراد مع توجو مزراحي. بيجيب ستيفان روستي بيلعب شخصيه وطلع في فيلم اسمه علي رمزي، رجل عصابه بتاع تزييف فلوس، وبيغرر بليلى مراد عشان يبتزها لانها من عائله كبيره، وبتحصل حاله من حمل السفاح، حاجه كده قريبه شويه من فاني، وبيجيب يوسف وهبي بينقذ الموقف، وبتحصل حاله من التقارب والتعاطف بينه وبين ليلى مراد في الاخر، وبيخرج بعد كده علي رمزي من السجن بيحاول يبتزها، يعني طيف كده من فيلم ليلى القديم. لكن ملمح قوي قوي جدا وواضح للشخصية الشرير اللي اشتغل عليها ستيفان روستي من ليلى ممطرة، لغاية لما بيبدأ العصر الذهبي للكوميديا سنة 45. هو في الفترة دي بيخرج يعني من أفلامه المهمة في الفترة دي كمخرج فيلم الورشة اللي أخرجه العزيز أمير برضو، ومن الأفلام اللي كانت فيها حالة تقدمية يسارية كده في الوقت ده، الفترة اللي عمل فيها كمال سليم العزيمة والعامل. ومين كان في الورشة الممثل؟ هي البطلة عزيزة أمير، لكن كان معاها نجم إبراهيم، لكن المجموعة والعامل ده أحمد كامل ولا مين؟ العامل أحمد كامل مرسل. دي مجموعة اشتراكية بالظبط كده. وبيخرج بعد كده فيلم جمال ودلال لفريد الأطرش، فيلم غنائي. لكن من بعد ما بيزيد الطلب عليه ككوميديان في الإطار المنطقة بتاعته دي اللي هو الشرير سنة 45، هو خلاص بيسلم أنه مستقبله في التمثيل، وبيبقى جزء من التوليفة، وبيشتغل بقى مع الكتيبة الكبيرة أفزاز الكوميديا في ذلك الوقت إسماعيل ياسين ومجموعته الكبيرة. وعايز أقول لحضرتك أنه في الوقت ده ما بيتوقفش عن الكتابة، يعني طول الوقت بيكتب للسينما، يعني مش كل الناس تعرف انه فيلم زي لن اعترف مثلا هو اللي كتب القصه بتاعته والسيناريو. هو واخد روايه عالميه حاجه كده من الادب العالمي البوليسي وحولها لفيلم لن اعترف. فات الحمامه واحمد مظهر 25 باين حاجه كده. صحيح واحد من روائع كمال الشيخ بالنسبه طبعا. وحصل حاجه غريبه جدا في الفيلم ده، هي مش مرتبطه بشكل مباشر بالسفارة الروسي، لكن بالصدفه كان بتتعرض النسخه الاجنبي من الفيلم في نفس وقت عرض لن اعترف. حصلت مقارنات حصلت مقارنات بين القصه دي وبين القصه دي وبين
احمد مظهر وجاري كوبر مثلا بين ديبورا كير وفاتن حمامه وبين القصه دي وبين كمال الشيخ ومش فاكر اسم المخرج الحقيقه في الوقت ده، لكن حصلت مقارنات. والغريب ان الصحافه انتصرت للفيلم المصري. والغريب ليه؟ انا كمال الشيخ عمل حاجات فيلم اقوى كتير من عاده احنا عندنا عقده الاخراج لكن انتصرت للفيلم المصري. بالمناسبه انا انتصر لنهر الحب على ان كارينا في اي نسخه من نسخ الامريكاني الروسي بتاع كل اللي خدت اوسكار اللي ما خدتش، نهر الحب احسن منه مليون مره. احنا يعني عاده المصريين بينتصروا للخواج، لكن احنا ما بنتامل نكتشف لا ان احنا عندنا طاقات وقدرات فنيه عاليه وهائله جدا هائله جدا. صحيح، شيء رائع. صحيح. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقتنا عن ستيفان روستي. لدي أقوال أخرى مع ضيفنا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أشرف غريب، اللي احنا شفنا معاه في سيرة ستيفان روستي الوصول الى الزيوع الكبير والانتشار الكبير ككوميديان من 45 الى 67، عصر الكوميديا اللي انت بتقول عليه الذهبي. لكن هو لا يمنع انه يكتب قصة فيلم وسيناريو فيلم جميل زي لن اعترف. يعمل كتابات سينمائية اخرى ولا اكتفى بـ لا كان بيشتغل بيعمل كتابات سينمائية وكان بيروح للمسرح طبعا، لان هو زي ما اتفقنا هو من 27 فرقة الريحاني ثم من 54 مع اسماعيل ياسين، واستمر مع اسماعيل ياسين لحد ليلة وفاته. يعني ما فاتش ستيفان روستي ليلة وفاة ستيفان روستي طبعا سنة 64، ما فاتش نشاطه المسرحي لم يتوقف على الاطلاق ولا السينمائي ولا السينمائي. يعني حتى قصة وفاته دي قصة غريبة جدا، يعني لو تحب نتوقف عندها. توقف عندها بعد سؤال هو لماذا لم يكن ابدا بطلا لاي فيلم؟ لانه اصبح جزء من توليفه. يعني حط نفسه في هذا الاطار. عاده الشريرين في مصر ما بيبقوش ابطال. لكنته الخواجاتيه دي بتخليه شويه محطوط في منطقه. ارتضى انه يبقى جزء من التوليفه دي مع المجموعه اللي موجوده، اما انه في الميلودراما يطلع يلعب دور مدبر المكائد زي ما انا بسميها، زي مثلا القلب له احكام او شاطئ الغرام، النوعيه دي من الافلام. أو العزول يعني العزول لا مدبر المكائد او مدبر المكائد طبعا طمعان في الثروه زي ما حصل مع ميم شكيب في شاطئ الغرام في الاغنيه سمعناها في اول الحلقه بتاعه يعزي من عيني، ومع عمر الشريف في سيدة القصر بالظبط، ومع فاتن حمام واحمد مرامزي في القلب له احكام. خلاص يعني مش عندوش واضح انه ما كانش عنده طموح كمان خالص، ما عندوش قابليه ولا طموح. وبالتالي هو ارتضى في مثل هذه المرحله. وعايز اقول لك انه كتير من الناس حتى انا اشتغلت مع مساعدين مخرجين كتير، في كتير من المساعدين المخرجين يفضلوا ان هم يفضلوا طول العمر مساعدين مخرجين، يقول لك انا اشتغل اكتر اخد فلوس اكتر، لكن لو اشتغل مخرج هشتغل فيلم واحد في السنه وخلاص. ما ده خلو الطموح يعني. بالظبط منطق. انت عايز فلوس ولا عايز تقدم رساله؟ كيف كانت وفاه ستيفان روستي؟ وفاته غريبه جدا زي قصه حياته كده. هو راجل على المستوى الشخصي تزوج سنة 26 من سيدة إيطالية أو فتاة إيطالية تعرف عليها في النادي الإيطالي في بورت توفيق في السويس. اتجوزها طبعا أمه إيطالية فما كانش فيه مشكلة في ده. هو يجيد اللغة فيعني ما فيش أزمة. أنجب مرتين ولدين، ولد توفى وهو بعد أيام من ولادته، والولد التاني توفى وهو عنده 3 سنين. عملت شرخ نفسي شديد جدا لستيفان روستي في الجانب الشخصي. وهذه والزوجه كمان كان بيجي لها حالات من التشنجات العصبيه والانهيارات، لدرجه انه في مره من المرات استعان ببوليس النجد عشان يوديها للدكتور من كتر هذه الحاله اللي وصلت ليها هذه السيده. المهم انه في 11 مايو 64 انتهز نهايه عروض فرقه اسماعيل ياسين في القاهره، بيستعدوا للعروض المسرحيه في الصيف في اسكندريه، فخد زوجته وراحوا يشوفوا العرض الخاص، العرض الاول لفيلم اخر شقاوه، الفيلم بتاع محمد عوض وحسن يوسف معروف يعني لو كان في شخصيه اليهودي. تاني يوم 12 مايو راح
استوديو جلال يقدم دوره في فيلم جنايه نص الليل مع نجوى فؤاد اخراج عيسى كرم. بالليل زي هي العاده بالظبط، هو كان راجل مهتم جدا بصحته بس ما كانش يحب يروح للدكتور. كان طقوسه اليوميه يمارس رياضه المشي ساعه صباحا وساعه مساء، وياخد حمام بارد يوميا صيف شتاء. وكان معروف في الوسط الفني ان هو اللي بيدي الوصفات لزمايله، كل زملائه عندنا كذا يا استيفان يقول لهم، لدرجه انه اسماعيل ياسين بيحكي مره في مذكراته ان اللي عالجه من النقرس هي وصفات استيفان رستي مش الدكتور. فالمهم هو كان غاوي في 73 من عمره وقتها بقى خلاص. هو في الفتره دي كان متعود انه يروح يلعب طاوله على قهوة سفينكس في شارع سليمان الحلبي. فراح زي العادة خلص ركن عربيته وراح قاعد على القهوة مع أصحابه المصريين ولاد البلد، عادي يلعب طاولة. فجأة تعب، حس بضيق تنفس، فزمايله نقلوه الدكتور صديقه يوناني لقى انسداد في الجهاز التنفسي وحس إن المسألة منتهية فجأة كده، فقال لهم روحوا البيت. فروح بيته، هو كان ساكن في شارع دوبري قريب من سليمان الحلبي. وفعلا في هذه الليله حوالي الساعه 10 بالليل توفى استيفان رستي. ده مفيش فتره مرض خالص، خالص ده من القهوه للموت. المدهش انه تاني يوم بيكتشفوا ان عربيته اتسرقت من قدام القهوه. بعدها بكام يوم بتصاب زوجته بانهيار شديد جدا، وبتجي لها حاله يعني جنونيه، فنقابه المواسمين بتتكفل تكلفة سفرها إلى إيطاليا عشان أسرتها تتولى علاجها. وبينتهي ذرية استيفان رستي أو علاقة أسرة استيفان رستي، أثر استيفان رستي بالظبط الاجتماعي في مصر. وبالمناسبة لا العربية ولا الزوجة، ده كان أحد الدوافع اللي خلتني أفكر أنا والصديق الدكتور الراحل الأيوبي إن إحنا نحول قصيرة حياة استيفان رستي إلى مسلسل تلفزيوني. بدأنا بالفعل نشتغل على ده، ورشحنا حتى شخصيات. لكن مين بيقوم بدور استيفان رستي؟ فكرنا في البدايه بعزة تبعوف. وبعدين الدكتور الايوبي فاجئني ذات يوم بيقول لي ايه رايك نجيب احمد الفيشاوي وفاروق الفيشاوي، احمد يلعب دور فتره الشباب ثم فاروق الفيشاوي في مرحله الكبر يعني. وانا كتبت المعالجه بالفعل واشتغلنا عليها، لكن دخل الدكتور الايوبي رحمه الله عليه في دوامه المرض اللعين وتوفاه الله قبل ان يتم هذا المشروع. ولسه على ترشيحك لحمد الفيشاوي وفاروق الفيشاوي ولا يغيروا بقى؟ حسب. اشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اشرف غريب عن رحله وسيره وحياه ومسار سينما وتاريخ سينما كبير اسمه استيفان رستي، بداه مخرجا لاول فيلم مصري روائي طويل، وانتهى بانه مات بعد ما خلص مشاهده فيلم سينمائي مصري ايضا. هذه رحله استيفان رستي. أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الأسبوع القادم. لدي أقوال أخرى. كنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.